متابعين حلقتنا، ومثل ما ذكرت في بداية الحلقة رح انتقل لدكتور إليس عادي، أخصائي أمراض معدية من كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير دكتور سعادي. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. نحن بدنا نحيي جهودكم كأطباء وطبيبات لبنانيين ولبنانيات بالتوعية حول أهمية أخذ الفاكسين أو اللقاح، لأنه بعدها يعني حتى امبارح شفنا على الشاشة أرقام إحصاءات عن اللبنانيين ما عندهم ثقة باللقاح وما عندهم ثقة بالدولة اللبنانية، ورح يمتنعوا بكل أسف عن أخذ هاللقاح. فخلينا نضوي على أهمية وماهية اللقاح المنتج بالعالم على مختلف أنواعه، يعني على أي أساس بيقدر تصير هالمادة لقاح، بشو بتقطع وليش هي آمنة؟ شو فيك تقول دكتور؟ شكرا لي. أنا صراحة شيء بزعل كثير إنه في كثير عالم ما عم بفكروا إنه ما ياخذوا اللقاح. اللقاح في عدة لقاحات مدروسة بالعالم، مدروسة بأمريكا، بإنجلترا، بالصين، بروسيا، بعدة بلاد غيرهم كمان، وكل هدول اللقاحات يلي أثبتت فعاليتها وأثبتت أمانها عم توصل على السوق وعم توصل عند الإنسان. هذه دراسات عم بتتم على عشرات الآلاف من الأشخاص كرمال كل لقاح. عم بتفاجئ إنه هذا اللقاح فعال بنسبة 95%، وحتى بنسبة 100% أوقات كرمال الحالات الشديدة أو الموت. معناتها اللقاح فعال جدا، وبنفس الوقت اللقاح آمن. إذا عم بيصير في عوارض، هيدي عوارض بتكون إما بتضاين نهار أو أقل وبتكون خفيفة، أو عوارض كثير قليل تتصير. وطبعا الخطر من المرض أسوأ بكثير من الخطر من اللقاح. فطبعا أنا بنصح الكل إنه ياخذ اللقاح. أنا أخذته، مرتي أخذته، كل أصحاب الأطباء أخذوه، الحمد لله يعني ما في مشكل أبدا. وبتمنى انه الكل يرجع يفكر ياخذه. طيب دكتور، في حدا مش لازم ياخذ اللقاح؟ في حالات طبيه معينه، عم بسال عن اللي مصاب بمرض مستعصي او امراه حامل او حدا عنده نوع معين من الحساسيه. نعم، السبب الوحيد للواحد ما ياخذ اللقاح هو اذا كان عنده حساسيه للقاح بحد ذاته. وهذا الشيء صعب ينعرف اذا الواحد ما اخذ اللقاح بالاول. يعني بدك اذا عندك حساسيه للقاح ما لازم تاخذه، او اذا عندك حساسيه لشيء موجود بقلب اللقاح مثل البوليتيلين جلايكول اللي هي الماده الموجوده بقلب اللقاح. هذا من هيك كل شخص لازم ياخذ اللقاح، حتى الشخص المصاب بالسرطان. وبالنسبه للشخص المصاب بالسرطان مهم ياخذ اللقاح للحمايه. كرمال المرأة الحامل كمان ننصح باللقاح. الدراسات منا موجودة بشكل كبير على المرأة الحامل، إنما ما بنتوقع يكون في مشاكل. طبعا هذا الأمر بيرجع للمرأة وللطبيبة، إنما المرأة الحامل كمان ننصح أنها تأخذ اللقاح. نعم دكتور، الناس يلي قطعوا بمرحلة الإصابة من كورونا، هل فيهم يأخروا شوي مرحلة أخذ اللقاح؟ لأنه بتعرف الأعداد يلي واصلة على لبنان قليلة نسبيا، هل بتنصحهم يفوتوا بهيدا الاحتمال؟ نعم، نحن بنقول انه عند الشخص المصاب بالكورونا ممكن بعد 90 يوم او 3 اشهر، ربما اكثر، انه ما يرجع ينصاب بالكورونا. كرمال هيك بننصح انه ممكن ياخر اذا هو بيريد ياخر، او اذا ما في لقاح باعداد كافيه ممكن ياخر. ما في اضطرار او لزوم انه ياخر اكثر من اسبوعين او اربع اسابيع، انما ممكن انه ياخر كرمال اللقاح يروح لشخص ثاني. قد ايه فعاليه الفاكسان دكتور؟ قد ايه بضاين؟
حاليا ما فينا نعرف، لانه الدراسات بعد ما كمل اول شخص اخذ اللقاح ما له اكثر من 7 أشهر او 6 أشهر، سو من الصعب انه نعرف. بس اذا بدنا نفكر بالامراض اللي بتشبه هذا المرض واللقاحات اللي بتشبه هذا المرض، ممكن انه الاميونيتي او الامان او الحمايه تضاين بالسنين، سنه سنتين او اكثر، انما حاليا ما بنعرف بالضبط قد ايه. يعني في احتمال انه ما نضطر بالسنه اللي جايه نرجع ناخده من اول وجديد. نعم في احتمال ما نضطر ناخده من اول وجديد. ممكن مثل فيروس الانفلونزا اللي بيتحول من سنه لسنه، نضطر انه يمكن ناخذ نوع من اللقاح او من ما يسمى بالبوستر، انما لحد الان ما بنعرف اذا رح نضطر ناخذ من سنه لسنه. نعم، اذا بدنا نحكي عن المرحله اللي بعد ما الانسان ياخذ فيها الفاكسان، نعم، كيف لازم يتصرف؟ شو بيكون عمليا تغير؟ يعني عم بحكي هون عن التباعد الاجتماعي، عن الحمايه الشخصيه اللي لازم يعملها. بعتقد انتم بتشددوا انه تبقى كمان مستمره، مش هيك؟ نعم حاليا بنعرف انه الفاكسان او اللقاح بيحمي من المرض، بيحمي من الموت من الكورونا، انما ما بنعرف اذا الفاكسان بيحمي كمان من انه حدا الشخص ياخذ الكورونا ويعدي شخص اخر. هذا الشيء ما بنعرفه بعد. فكرمال هيك بعدنا بننصح انه الشخص يضله يتباعد، يمارس التباعد الاجتماعي، يلبس الكمامه، يكفي بنفس النمط الحياه الموجود مثل ما كان قبل، كرمال ما يزيد العدوى لغيره، انما هو الشخص راح يكون محمي بنسبة 95% أو أكثر. إنما من المهم إنه نكمل التباعد الاجتماعي ونلبس الكمامة لحد ما نعرف إنه هذا المرض عم بيخف بالمجتمع حولنا. بهيدي الحالة حسب النصائح من الوزارة ومن غير الوزارة، ممكن إنه نوقف نلبس كمامة أو نوقف التباعد الاجتماعي. نعم، برأيك هالمناعة المجتمعية بالعالم او بلبنان عندها فتره محدده؟ يعني خلينا نقول اي متى بيصير فينا ناخذ نفس، يعني نحس انه عمليا الواقع تغير؟ مرتبط برقم معين من بنسبه معينه من الناس يلي لازم تكون اخذت اللقاحات؟ نعم طبعا، هو نحن في طريقه كرمال نحسب، هو هذه الطريقه حسب الفيروس، وقت يكون عند الشخص عند كم شخص معقول ينعدم عند الشخص الواحد. فحسب هذه الحسابات بنقدر انه تقريبا 80% من المجتمع لازم يكون اخذ الفاكسان او اللقاح. طبعا مع وجود المتحولات من بريطانيا، من افريقيا الجنوبيه وغيرها، يمكن هذا الرقم يتغير في حال العدوى منهم تكون اكثر. بس انما 80% عاده من المجتمع، هذا حسب التقدير. بس طبعا المناعه المجتمعيه منا كافيه، الشخص بحد ذاته لازم يكون عنده مناعه. طبعا المناعه الاجتماعيه بتخفف الخطر، انما ما بتلقي الخطر على الشخص يلي ما عنده اللقاح. دكتور، اذا بدي اختم بهيك اضاءه حول عملكم كأطباء لبنانيين بأمريكا من خلال الجمعية اللي أنتم موجودين فيها الإلما، شو فينا نحكي عن الخطوات المستقبلية اللي عم تشتغلوا عليها؟ نعم، حاليا الجمعية الإلما، الجمعية اللبنانية الانترناشنال ميديكال اسوسيشن، حاليا عم نحاول انه نضوي على اهميه اللقاح واهميه العلاج المثبت علميا بحاله الكورونا. كرمال هيك عملنا ويبينار مع الليبانيز اوردر اوف فيزيشنز، مع النقابه بلبنان. بنصح الكل يروح يحضر هذا المؤتمر كرمال المعلومات عن العلاج ومؤتمر والمعلومات عن اللقاح، معلومات طبيه ومعلومات عمليه كمان. كمان اختنا باستراليا، الإلما باستراليا حاليا
قدروا يبعثوا مساعدات للبنان بقيمة مليونين دولار وصلت بهذا الأسبوع اللي مضى، وبهمنا نحن أنه نبعث مساعدات بعد، وكمان نساعد بأنه توعية العالم، لأنه بالنهاية التخلص من هذا الوباء مهم كرمال نرجع على اقتصادنا ونرجع على حياتنا بلبنان. فبهمنا كثير انه وعي العالم، بهمنا كثير انه المعلومات تكون من الاطباء المتخصصين، بهمنا كثير انه ما ناخذ معلوماتنا من اشخاص مش متخصصين. نعم. نحن بدنا نشكرك دكتور ونقول لكم يعطيكم العافيه على كل الجهود اللي عم تعملوها، واهلا وسهلا فيكم دائما. شكرا. اهلا وسهلا يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيك دكتور إلي سعادة، أخصائي أمراض معدية، كان معنا مباشرة من كليفلاند. نحن رح نتابع حلقتنا مع واتس كوكينج، خليكم معنا.